حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت هيئة النزاهة في العراق إن من أسباب تعثر محاربة الفساد في البلاد هو توجه الحكومات السابقة لإنشاء كيانات فرعية غير قانونية يفترض أن عملها هو محاربة الفساد. أوضح مصدر في الهيئة أن هذا التوجه أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هذه الكيانات الفرعية لم تنجح في عملية مكافحة الفساد لأن الحكومات السابقة لم تذهب إلى المؤسسة المختصة في مواجهة الفساد المستشري في العراق. وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، حمل وزير التخطيط الحالي محمد تميم الحكومة والبرلمان السابقين مسؤولية ما وصفه بتضخم الإنفاق الحكومي في مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والذي أقرته الحكومة مؤخراً والذي يذهب أغلبه إلى تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الحماية الاجتماعية. وقال تميم إن وزارته وجدت أن الإنفاق قد تضخم بشكل كبير يقابله محدودية في الموارد، وأضاف أن مبلغ العجز بلغ نحو 60 تريليون دينار، مشيرا إلى أن إضافة إلى ذلك هنالك 21 تريليون دينار للرواتب في هذه الموازنة، وهو قرار ليس حكومي بل قرار البرلمان السابق والحكومتين السابقتين. أقر محافظ البنك المركزي علي العلاق بأن محاولة تعويض العجز في الموازنة العامة من البنك المركزي سيكون أمراً كارثياً. وقال المحافظ إن الفائض المالي لدى البنك المركزي لا يمكن أن يكون مصدراً لتغطية العجز المالي لأن خزين الدولة، وإن البنك يحاول تخفيض الفرق بين أسعار صرف العملة الأجنبية والدينار بين السوق الموازية والمركزي العراقية، ويواجه الدينار انخفاضاً متزايداً أمام العملات الأجنبية بسبب الفساد المستشري في مفاصل الحكومات المتعاقبة وفي ظل تهريب الدولار خارج العراق. أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي أن موازنة عام 2023 تحتوي على عجز كبير تجاوز 62 تريليون دينار. وأضاف العضو السابق محمد الشبكي أن تعويضات الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخرا أيضا قد ارتفعت إلى أكثر من 62 تريليون دينار، وأن المديونية الخارجية قد تجاوزت 42 مليار دينار، مؤكدا أن هذه الأموال هي أموال الشعب. أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق أن البلاد تحتاج إلى 10 مليارات مقمق يوميا من الغاز لسد الحاجة من الكهرباء. وأوضحت الوزارة أن العراق ينتج حاليا ملياري مقمق من الغاز فقط، ما يعني الحاجة إلى 8 مليارات مقمق يوميا لتجهيز محافظات العراق بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة. ورغم الموازنة السنوية المليارية أو الموازنات السنوية المليارية، ما يزال العراق يستورد الغاز من إيران لتوليد الكهرباء. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.